الشعر. للوهلة الأولى يبدو هذا المكان عبارة عن منزل، لكن هو ورشة لصناعة الفطائر بدرريا بالعاصمة التي يتم توزيعها على المحلات. غياب تام لشروط النظافة، انعدام المعايير اللازمة في العمل، والمحل دون سجل تجاري، فكان مصير الورشة الغلق. السجل التجاري تاعهم، الوثائق تاعهم تجارية، وشغل انصدمنا باسكو لو روجيست دو كوميرس هذاك ما راهوش روجيست دو كوميرس اللي ممارسة هذا النشاط، هي الغلق الفوري للمحل. سي اون اكتيفيتي اترونجيغ، عنده مخالفة هادية، سي لا بورسويت جوديسيير تاع لو كوميرسون هذا، نتبعوه قضائيا، عنده محضر يروح للقضاء العدالة، وعنده الغلق الفوري للمحل وتوقيف النشاط فوريا. تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة كان من الضروري مراقبة المطاعم، فهنا حدث ولا حرج، أوساخ في كل مكان، ناهيك عن المواد المنتهية الصلاحية. خرجة ميدانية التي مست بعض التجار، أين سجلنا بعض المخالفات وتتمثل في عدم احترام شروط النظافة والاحتفاظ بالمواد المقدمة للمستهلك مباشرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأين تم أيضا قيام بإتلاف بعض التحضيرات التي كانت موجهة للزبون. ومن جهة أخرى قمنا أيضا باستدعاء أصحاب المحلات للتقدم للفرقة لمواصلة الإجراءات الإدارية. انعدام النظافة في المطاعم ظاهرة أصبحت اليوم تتسبب في عشرات التسممات الغذائية، ما يستدعي تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين.